الموضوع صعب جدا نفسيا حتى انك تتقبله وتقيل عليك نفسيا حتى انك انت رايح تديهم اكفين اكنك بتبشرهم بالموت، بس للاسف مفيش في ايدينا اي حاجه، احنا بنحاول نقدم اللي هم محتاجينه. احنا بقالنا يومين بنجهز للقافلة، ان شاء الله النهاردة عندنا 3000 كرتونة غذائية، 3000 كرتونة مية، عندنا 550 كفن لان هم طلبوا اكفان هناك للأسف. فالحمد لله القافلة طلع النهاردة، كونتينر هيتحمل دلوقتي، يعني القافلة بحوالي 2 مليون جنيه ودي بداية. ده فرع واحد، اما كل التحالف الوطني بكل المؤسسات الخيرية برضو مطلعة، يعني ده بند دي جمعية واحدة من التحالف نفسه. كلنا دايما بنتأثر بالموضوع، بالضرب، بالاطفال، بالنساء، حتى الرجالة. فكرة ان احنا مش قادرين نساعدهم دايما بندعي لهم، بس اول ما جالنا فرصة ان احنا نقدم اي مساعدة حتى لو بسيطة. احنا ما نمناش من امبارح حرفيا، يعني كل الشباب متحمسة جدا ان هو احنا بنعمل قدر استطاعتنا، قدر استطاعتنا ان احنا نقدر نوصل المساعدات دي لنصرة لاخواتنا في فلسطين. طبعا الحصار مقفول عليهم كل حاجة، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نوصل اللي احنا نقدر نعمله. في ناس اتكلمت على السوشيال ميديا، في ناس كانت بتحاول تساعد، بس يمكن كان كله متفق على احساس العجز ان احنا مش عارفين نقدم اي حاجة. فلما بتيجي الفرصة دي ما بتجيش كتير، زي ما انت عارف اصلا المعبر على الجانب الفلسطيني كان مضروب، وده سبب ان المساعدات كلها وقفت، مش من مصر بس، من كل الدول. فكون ان احنا نبلغ النهارده من الجمعية ان في فرصة والدولة وفقت الظروف ان احنا نقدر نوصل المساعدات هناك لحد غزة، فدي كانت حاجة كبيرة بالنسبة لنا، يعني بنغتنم الفرصة مش اكتر. كنتش متخيل الاقبال ده، الشباب دي كلها، الاعداد دي كلها احنا مبلغينهم امبارح بالليل. النهارده الساعه 7 كل الاعداد دي جت، غير المحافظات والشباب الاخرى كانت عايزه تيجي، للاسف قلنا لهم عشان الوقت والعدد، لان احنا عندنا مواعيد ونقطه تجمع للعربيات كلها بتاعه التحالف الوطني هتتجمع، فللاسف الوقت ضيق جدا جدا. زي ما انت شايف كله بيسلم بعض، احنا بفضل الله النهارده مطلعين كراتين غذائيه، مطلعين بطاطين، مطلعين اكفان، مطلعين كراتين ميه عشان القطع الميه هناك. في وقت قليل جدا جدا قدرنا الحمد لله نجمع مبالغ كبيره قوي، قدرنا ان احنا كلنا بدانا ننزل ندور على اماكن نجيب منها كفن، ندور على اماكن نعرف نجيب منها ميه. عايز اقول لك امبارح حتى وانا بشتري الاكفان، واحده ست معديه في الشارع فجت بتقول لنا انتوا ليه شارين كميه الاكفان دي، وقلنا لها راح على غزه، راحت مطلعه فلوس، كميه تبرعات كبيره عماله تيجي، الناس كلها بتحاول تشارك. مش علاقه بدين ولا انسانيه، اللي هو احنا شايفين ناس بتتضرب وناس بيحصل فيهم حاجات ما ينفعش تحصل اصلا، فاحنا جايين نساعد كلنا، مش علاقه بدين. يعني اليوم حدث من اكبر احداث الدنيا اللي ممكن اكون حضرتها في العالم، حقيقي حاسه بشعور فخر، حاسه انه دي البدايه، وباذن واحد احد النصره لفلسطين قريبا، وحقيقي كلنا دم واحد، ما يحتاج نتكلم على شيء، اوريدي احنا احساسنا قد انه يعني مهما وصفنا، مهما حاولنا، مهما ساعدنا، ما حنكون نفس شباب فلسطين، ما حنكون نفس المقاومة اللي بتحصل في فلسطين.